سافرت أوروبا، سافرت أمريكا، بعض الدول العربية، لكن العراق، عراق الحضارة والتاريخ والعراقة والرافدين أشياء جميلة، ولكني أنا أحس هناك في حاجز، خلينا نقول حاجز يمكن المعروف في سنة 90، هذا واحد خاصة في بداية الصبا أو بداية الشباب. الحاجز الثاني اللي هو الصورة الذهنية اللي تم تشكيلها أن هناك في ميليشيات وفي عدم أمان. لكن صراحة من دخلتنا إلى منفذ صفوان الكل قاعد يرحب، واللي بالشارع قاعد يهلي ويرحب فيني، وفي المطعم هنا كذلك. يعني نحتاج احنا البصرة مظلومة مثل ما يقولون، نحتاج انفتاح للخليج او دول العالم حتى يعرفون شنو اهل البصرة. قاعد يشوفون اهل البصرة قبل كانوا مسلطين اضواء عليها انه البصرة مو زينة، البصرة بها بول، البصرة بها. من اجوا اهل الخليج، من اجوا شافوا انه اختلافات هواية، شافوا كرمها، شافوا طيبتها، شافوا عدة اشياء عنها. هذه هي المرة الأولى من حيث يعني النوعية، ومن حيث الأهمية، من حيث النوعية ومن حيث الأهمية ومن حيث طول الفترة، طول الفترة يعني حوالي أكثر من أسبوعين، ونحن كنا مستعدين وأيضا سنبقى مستعدين لاستقبال مثل هكذا ضيوف في المستقبل ولفترات أطول. على ما يقولون الواقع لا يغطى بغربال، يعني اليوم العراق توه بادي يرجع ونحن سعداء بهذه الرجعة أكيد. يمكن محتاجة شوية شغل البصرة، لكن على المستوى السياحي احنا مبسوطين جدا من ناحية الأماكن الجميلة اللي شفناها، الكورنيش، المطاعم، الناس اللي تمثل كل شيء بالنسبة لنا صراحة. طبعا احنا حضرنا، انا بالنسبه لي اول مره احضر الى بلدي الثاني العراق، وتفاجأت بكم هذا الحفاوه والكرم والاخلاق الغير عاديه من اهلنا في العراق، وخصوصا في منطقه البصره. طبعا الان احنا متواجدين في احد محلات التمور، وهي احد المنتجات التي تمتاز فيها مدينه البصره وتتميز بها عن معظم الدول العربيه منتجه للتمور، لكن العراق والبصره بشكل خاص تتميز بتنوع من التمور وبطعم متميز مفرد. إذا كثير من المنتجات العراقية، بس التمور هي أميز ما فيها.